خلينا بعد اذن حضرتك نبتدي بالنقطه اللي ذكرتها نهاوند في تقديمتها لحضرتك، فكره ان عندنا 5 لاعبين مصريين تاهلوا بالفعل لاولمبياد طوكيو. اوزان مختلفه، انواع مختلفه من الكاراتيه ما بين كوميتيه وكاتا، ولا الدنيا مشيت ازاي معاك؟ وطبعا احنا بقالنا اكتر من 3 سنين بنستعد للاولمبياد، ومشوار طويل جدا وكفاح مع اللعيبه واولياء الامور والسفريات ومع الوزاره ومع اللجنه الاولمبيه ومعسكرات دائمه، وفي حاجه اسمها رانك اللي الاتحاد الدولي كان عامله عشان مين هو يوصل للاولمبياد. فطبعا في عندنا كان 3 سنين دول كانوا صعبين جدا على الاتحاد، ان في سفريه كل 3 اسابيع عشان اللعيبه تتاهل وتجيب نقطه زياده ونقط زياده، سواء كان الرانك اللي هو الدوري العالمي بريمير ليج او سيريس اي تبع الاتحاد الدولي او البطولات الافريقيه. فكان طول السنه على الاقل 12 سفريه للاعبين الموجودين عندنا في منتخب مصر. الحمد لله رب العالمين استطعنا العام الماضي ان احنا جيانا فاروق تحصد مركز في الرانك وتوصل للتاهيل الحمد لله من العام الماضي، وكانت جابت ثاني عالم في الترتيب العالمي بتاعها اللي هو الاولمبي الحمد لله رب العالمين. ده العام الماضي. هذا العام تم تاهيل علي الصاوي ايضا، ده في الكوميتيه، وايضا جانا فاروق في الكوميتيه. وعلي الصاوي تاهل في البطوله قبل السابقه في شهر مارس الماضي الحمد لله رب العالمين. كانت اخر بطوله مؤهله كانت بطوله باريس المفتوحه، كانت هذا الشهر. تاهل من عندنا في ريال اشرف لعيبه كوميتيه ايضا في البنات، وعن طريق الرانك الافريقي تاهل عندنا 2 اللاعبه رضوى السيد واللاعب عبد الله ممدوح. كده يبقى الاتحاد المصري للكاراتيه المفروض الكوتا بتاعتنا في الاولمبياد 3 موازين بنين و3 موازين بنات، يبقى دي 6. كل ده منافسات الكاراتيه في الاولمبياد. احنا الحمد لله حصدنا على 5 مقاعد من ال6 بالنسبه للكوميتيه. الكاتا طبعا لسه مشوارها طويل شويه، فما كانش في نصيب لان في مقعد واحد كاتا بنين ومقعد واحد كاتا بنات. فكده الكوتا بتاعت مصر الحمد لله في 5 لاعبين يتاهلوا، وده اكبر انجاز في تاريخ الاتحاد المصري للكاراتيه او في الالعاب الرياضيه عامه الفرديه، في 5 الحمد لله من مصر هيوصلوا الحمد لله للاولمبياد، وربنا يسهل ان شاء الله ويحققوا مدينه.